دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء، موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع لمياء حمدين. إليك مرة أخرى لمياء. شكرا محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. وخلال الجولة التفقدية استمع الرئيس السيسي إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل. واطمأن الرئيس السيسي على سير العمل في المشروع، واستمع لأعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدوية المتميزة بمنطقة الفسطاط. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، مما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال. وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية. كما قصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين. وفي جنوب القطاع استهدفت طائرات الاحتلال منزلا بحي الجنينة شرق رفح، مما أدى أيضا لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخران خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة مخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بقصف صاروخي أدى لاستشهاد 5 أشخاص وألحق أضرارا كبيرة في المكان. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى حيث أعلن لاحقا استشهاد 5 منهم. أكدت دولة الكويت تأييد دول المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالإجماع للمطالبة رسميا بتأمين وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية لقطاع غزة. وأفادت بعثة دولة الكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في روما أن الدورة الاعتيادية الثانية للمجلس التنفيذي نجحت في ختام أعمالها بمقر البرنامج في روما في إصدار بيان رسمي بشأن غزة عقب مشاورات قادة الكويت بالتنسيق مع المجموعة العربية لدى برنامج الأغذية العالمي. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وأضاف ترودو أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة، داعيا إسرائيل لإظهار أقصى قدر من ضبط النفس. ووصف رئيس الوزراء الكندي الخسائر في الأرواح بالأمر المفجع. أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي نائب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية ألكساندر تراسوفسكي دون الكشف عن الأسباب. وكان زيلنسكي قد أقال في سبتمبر الماضي وزير الدفاع الأوكراني السابق ألكسي ريزينيكوف من منصبه وعين روستوم أوميروف محله. لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجة ضرب الفلبين. وقال مسؤول إدارة الكوارث في الفلبين إن السلطات تبحث عن مفقودين. وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أعلن أن الزلزال وقع قبالة جزيرة ميندناو على عمق 60 كيلومترا، وذكرت السلطات أنه ألحق أضرارا بعدد من البنايات. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.